آله وأصحابه أجمعين. حضرات سيدات والسادة الأفاضل، كل واحد باسمه وصفته له من الاحترام ما يليق بالمقام. قبل افتتاح هذا اللقاء الذي يندرج في سياق انعقاد اللجنة الجهوية برسم الدورة الثانية لسنة 2021 تفعيلا لمضامين إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، أدعوكم للوقوف احتراما وتقديرا لسماع النشيد الوطني. الشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتسمية لها شرعيتها لأن تاريخ اتفاقية كان هو الفاتح من مارس 2021. إعلان مراكش بما في ذلك السياق العام لاتفاقية الشراكة، مضامين وموضوع اتفاقية الفارق وبلورة الأهداف والالتزامات دون إغفال آليات التتبع والتقييم. أهداف الاتفاقية: ضمان متابعة الفتيات تمضي فيهن في نهاية إلى نهاية التعليم الإلزامي بحالة طفل في حالة تمضي، لا يتوقع الحال بأنها ستبادر إلى مطالبة المحكمة بإصدار أمر بشكل سلس وسريع لتسجيله في الحالة الأولية، لأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال إلا أن نتصور طفلا يتم تسجيله ونسعى إلى تسجيله في فضح أقعد له في المنتصف وهو غير مسجد. طفل القاسم مدير مدرسة جمال الدين الأفغاني وعضو باللجنة الجهوية ديال التكفل بالنساء ضحايا العنف. اليوم حضرنا لواحد اللقاء اللي كان حقيقة ممتع، لأن الموضوع ديالو هو الهدر المدرسي والعنف ضد النساء. كانت تدخلات قوية من طرف نواب جلالة الملك بالمحكمة بجميع المحاكم ديال الجهة، وكترأس هذا الاجتماع السيد الوكيل العام اللي كنشكروه اللي قام بواحد مجموعة ديال التدخلات واللي طرحنا عليه مجموعة من الحلول، ووعدنا على اساس انه ان شاء الله غادي يقوم بالتدخل في المسائل العالقه اللي كتخص لهذا الظاهره. ومن هذا المنبر حنا كنشكروا السيد الوكيل العام على هذه حفاوه الاستقبال، وكذلك المتدخلين اللي كانوا حاضرين اليوم من وكلاء الملك وكذلك مجتمع مدني وباقي الهيئات الاخرى، والشكر الجزيل لرجال الاعلام والصحافه اللي تغطوا هذا هي الخاصة لهذا المنتدى، وشكرا. كاين عقد في إطار الاجتماع الدولية اللي كتعقدها المحكمة الفلسطينية اللي مفروض عليها كاين جوج الاجتماع في السنة. هذا الاجتماع هذا خصنا لواحد الموضوع اللي دائما هو الشغل ديال الشاغل اللي هو الزواج القاصرات، باعتبار أن هاد الدائرة هذه كتعرف واحد الظاهرة خطيرة هي تزويج القاصرات بالفتحة. الشيء اللي كيجعل ديك القاصرات غادي مزوجين في واحد السن اللي هو ماشي صغير وما ما عندهمش الدرايه ولا الاستعداد لهذا الزواج وتحمل التبعات ديالو غير ذلك، كيوقعوا خلافات كيرجعوا للمنزل الاسري ديالهم
وكيتقدموا بشكايات في الموضوع، حيت اغلب المصادر اللي كتجي لينا حنايا كتجي في الموضوع هذا الموضوع. المهم كانت كنا سعداء بهذا الحقيقه، كنا سعداء بهذا الحضور اللي اغنى هذا الاجتماع، اغنى النقاش، وبحال اللي درنا واحد الارضيه باش في المستقبل ان شاء الله يكون تشارك ويكون هذا باش نحاربوا جميع الانواع ديال العنف، وما فيه الهضر المدرسي اللي هو كيتعتبر نوع من انواع العنف، وسيما بالنسبه للفتاه. اللي يمكن نقول انه احنا كلنا، كان السيد الوكيل العام مني انا بصفتي رئيس ديال الخليه، بالنسبه لنيابات العامة اللي احنا كنشرفوا عليهم، كلنا على استعداد كبير باش نحاربوا جميع انواع العنف، ما نقولش غير هذا المدرسي ولا العنف، كله اللي كيمس المراه كمراه، وكيمس الطفل، كيمس جميع كل مكونات ديال المجتمع. اللي غادي نقول انه كنشكركم، كنشكر الجميع، كنشكر كل المساهمين اللي ساهموا معنا في هذا اللقاء واللي عاونونا، واللي غنقول كلنا الى الامام. حميد غيام عضو اللجنة الجهوية تكفل بالنساء ضحايا العنف. يأتي لقاء اليوم في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الجهوية تكفل بالنساء ضحايا العنف، كيندرج في البرنامج السنوي اللي كتبرمجو اللجنة الجهوية. كان أيضا يندرج في إطار تنزيل معطي اتفاق أو إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وايضا تنزيلا لمقتضيات اتفاق او اتفاقيه الشراكه اللي موقعه ما بين رئاسه النيابه العامه وبين وزاره التربيه الوطنيه، هذا حول موضوع العنف او حول موضوع الهدر المدرسي المرتبط بتزويج القصيرات. كان واحد اللقاء غني على مستوى المتدخلين والمستوى العروض اللي كانت، فبالإضافة للورقة التقنية اللي قدموها وكلاء الملك الدائرة القضائية بالقنيطرة حول تنزيل الاتفاقية على مستوى النيابات العامة اللي كينتميو لها، فكانت عروض ديال العرض ديال المجتمع المدني حول اللي كيشتغلوا على هذا الموضوع أو الملف الهضر المدرسي، أيضا كان عرض ديال المساعدة الاجتماعية اللي قدم دار توطئة للاتفاقية. فهاد المتدخلين بالغنى والتنوع ديالهم بالمشاركين، فهو الكفيل باعطاء وتقديم اجابات الاشكال ديال الهدر المدرسي على مستوى الدائره القضائيه وعلى مستوى النيابه اللي كتنتمي لها القنيطره او سيدي